عم نشتغل هلا جداريه جديده في مدينه كفرنبيل، حطينا فيها كلمه شهيد رائد الفارس، الثوره فكره والفكره لا تموت. نرسخ هاي الفكره عند العالم ونثبت انه نحن موضعين في ثورتنا حتى اصفاف النظام، وبالاضافه لشويه رسومات محل تجميل للضيعه. يعني هذا المبدا اللي اشتغلنا فيه في الحمله من زمان، من انه رسمات تحاكي الواقع بتجمل الضيعه.